طبعا جلسة التورك في التشهد الأخير. محمد عادل يسأل هذا السؤال والسؤال كنافع، فلذلك أنا أحب أن أوسع فيه بعض التوسع. صفة الجلوس في التشهد، من العلماء من قال إننا نفترش في كل تشهد مع الافتراش، أجلس ناصبا رجلي اليمنى ومفترش رجلي اليسرى، وأنا جالس على رجلي اليسرى بالإليا. هذا الافتراش. التورك أن تدخل الرجل اليسرى بين الساق والفخذ من الرجل اليمنى، بين الساق والفخذ من الرجل اليمنى. وبعد ذهب فريق من أهل العلم إلى التورك في كل تشهد، وذهب فريق من أهل العلم إلى الافتراش في كل تشهد، وذهب فريق من أهل العلم إلى الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير. واختلفوا في الصلاة ذات التشهد الواحد، هل يفترش فيها أو يتورك؟ كل فريق من أهل العلم أتى بدليل على مدعى، وإن كان هناك رأي أقرب إلى الرشحان وهو الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، لكن قال الإمام الشافعي كلمة طيبة، قال الشافعي كلمة طيبة رحمة الله تعالى عليه. كلام الشافعي في هذا الباب حاصله أن النبي صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي رأى النبي على صفة من الصفات ونقلها، فلا بأس أن تجلس مفترشا، ولا بأس أن تجلس متوركا، ولا بأس أن تختار رأي القائل بأنك تفترش في الأوسط وتتورك في الأخير، ولكن شافعي اختار الأخير أنه توسط في يعني مالك وأبو حنيفة، واحد قال افتراش في كل صلاة، واحد قال تورك في كل افتراش في كل تشهد، والآخر قال تورك في كل تشهد. أحمد والشافعي رحمة الله عليهم جميعا يريان الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، واختلف في الصلاة ذات التشهد الواحد هل يتورك فيها أو يختلف فيها. وكل عالم من العلماء أتى بدليل في هذه المسألة، وقد كلفت أحد إخواننا الإسماعيلية الأخ محمود حفظه الله بإخراج رسالة في هذا الصدد، وتمت بالفعل وأخرج رسالة في هذا الصدد أدلة العلماء في هذا الباب كله. لكن الذي لفت نظري كلام الإمام الشافعي الطيب بعد أن اختار رأيا قال ما حاصله، فلا يمنع أن يكون كل صحابي رأى النبي على حالة فنقل الحال التي رأى النبي عليها، والأمر في ذلك واسع. هذا الكلام أفادنا أحيانا يصعب عليك أن تتورك إذا كنت ضخما وترمي بثقلك على من بجوارك، فحينئذ تختار الصورة الطيبة المريحة ما دامت عليها أدلة أيضا، والله أعلم.